صباح الخير، تحية عطرة. إذا بمناسبة عيد العمال 1 ماي، نقدم هذه المداخلة. الإنسان والعمل، تطور بناء وتطوير مقياس الكرامة في مكان العمل. إذا لقد دفعت المخاوف بشأن الكرامة في مكان العمل للباحثين والممارسين منذ فترة طويلة إلى استكشاف طرق لقياس يعني الكرامة في مكان العمل. من الضروري أن تفهم المؤسسات كيف ينظر الموظفون إلى الكرامة في مكان العمل لتحقيق نتائج إيجابية للموظفين. تستعرض يعني في هذه المداخلة الأدبيات الفلسفية، وتتتبع تطور مرض الكرامة في مكان العمل، وتعثر على فجوة بين النظرية والممارسة، بين الوعود والواقع. الغرض من هذه المداخلة هو تطوير وتفعيل بناء مقياس الكرامة في مكان العمل، وتطوير وتوحيد يعني مقياس له، مما يسموه الطريق للدراسات المستقبلية لاختيار دور الكرامة في مكان العمل بشكل تجريبي على النتائج التنظيمية، مثل مشاركة الموظفين والاحتفاظ بهم والإعجاب. ربما تكون هذه هي المحاولة الأولى لتصوير وتفعيل بناء الكرامة في مكان العمل، وبالتالي فهي تساهم في المعرفة الموجودة ولها آثار على الأكاديميين والممارسين. الكرامة في مكان العمل هي مفهوم متعدد الأبعاد، ويحظى باهتمام كبير بسبب ندرة الأبحاث وعدم توفر مقياس لقياسها. وقد وفر هذا حافزا لإجراء هذه المداخلة وتطوير وتوحيد مقياس للتقييم. تتتبع هذه المداخلة تطور بناء الكرامة وتطور تعريفها بطريقة تجريبية، والذي له أهمية كبيرة بالنسبة للنتائج التنظيمية. تلعب بيئة مكان العمل دورا رئيسيا في حياة الموظف، في حياة العامل، لأن الأشخاص يقضون معظم وقت يومهم في مكان العمل. يمكن أن يؤدي أداء العمل وردود الفعل إلى صقل قدراتهم وكفاءاتهم، ولذلك فإن مكان العمل يلعب دورا رئيسيا في تعزيز القدرات. يمكن أيضا النظر إلى مكان العمل على أنه ميسر أو مثبط لتطوير إمكانيات الموظف. في مكان العمل يتشارك الموظفين في علاقة ثنائية، ومن ثم فإن سلوك زملاء العمل وملاحظات الرئيس والتقدير والاحترام والثقة هي بعض المتغيرات التي لها تأثير مباشر على تجربة العمل. جميع الملاحظات والعوامل قد تعزز تجربة الموظفين مع الكرامة في مكان العمل، في حين أن غيابها قد يؤدي إلى العكس. ولكن هناك فجوة معرفية، لأن ذلك يتطلب أدلة تجريبية، وتسعى المداخلة إلى سد هذه الفجوة المعرفية بين النظرية والممارسة، بين المأمول والمتحقق. يتم تصوير الكرامة على أنها دنيوية ومقدسة. يعني كرامة الإنسان هي مسألة دنيوية ومقدسة إلى حد ما، حديثة وقديمة، قابلة للتغيير ومطلقة، قابلة للقياس ولا يمكن قياسها. على ذلك كونها متسقة بطبيعتها، يمكن أيضا وصف الكرامة بأنها نسبية ومتغيرة ولها جانب داخلي وخارجي، ويمكن تجربتها فيما يتعلق بشخص ما أو بشيء ما. تعتبر القابلية للتغيير إحدى الخصائص التي يمكن من خلالها تحتيم الكرامة مع إمكانية استعادتها أيضا. إن تجربة الكرامة مثل الشعور بالقيمة تتطلب أن يكون هناك شخص يفهم ويعترف بهذه القيم ويحترمها. ويفسر العديد من الفلاسفة والعلماء الكرامة كظاهرة اجتماعية يمكن تطويرها وخلقها بالثقافة والمجتمع والصفات الخارجية. كما يلعب التعليم والثقافة دورا مهما في تنمية وفهم الكرامة التي يمكن قياسها من خلال الموقع والخصائص فيما يتعلق بشخص ما أو شيء ما. بعد ذلك نأتي إلى أنواع الكرامة. ما هي أنواع الكرامة؟ أصنافها. وقد صنف عدد قليل من الفلاسفة والعلماء الكرامة إلى نوعين: الكرامة الداخلية والكرامة الخارجية. توصف الكرامة الداخلية بأنها عطية من الله، لا يستطيع أحد أن يأخذها منا، نحن المالك الوحيد للكرامة الداخلية. ويعني اللاهوت والفلسفة هما المصدران الرئيسين للكرامة الداخلية. المصدر الرئيسي لتجربة الكرامة الخارجية على عكس ذلك هو التفاعل مع العالم الخارجي. أن الكرامة الخارجية المتمثلة في رمز القيم تتشكل من خلال الأفعال والأحداث والفردية، ويمكن أن تتأثر بحكم الآخرين وإنتاجية الفرد وأنواع المساهمات الأخرى التي يقدمها الشخص للعالم. ولم ترسم الدراسة خط بين نوعي الكرامة الداخلية والخارجية. لتعزيز
الحجة المفاهيمية تمت إثارة يعني مسألة في عملها، مسألة منطقية. إذا كانت الكرامة الداخلية كافية لازدهار الإنسان، فما هي الحاجة إلى سياسات وحقوق لحماية كرامة الإنسان؟ وبناء على هذا الفهم ينبغي أن يكون العالم كله أسعد مكان للعمل، لكن الواقع بعيد عن ذلك كل البعد. فالتفاعل والتواصل يشكلان الجزء الأكبر من حياتنا الاجتماعية اليومية، ومن لا يتفاعل لا يمكن أن يحس بالكرامة، سواء بالاستحسان أو بالاستهجان. تتطور الكرامة من خلال تفاعلات مع العالم الخارجي، وهذا التفاعل يؤثر على كرامتنا الداخلية أيضا. ولذلك فإن الكرامة الخارجية والكرامة الداخلية ترتبط بخطوط غير محددة، خطوط مرنة تتغير، إلا أن تفسير هذه العلاقة صعب، لكن إنكارها أيضا غير ممكن. توضح الأدبية الفلسفية أن الكرامة الداخلية والكرامة الخارجية يتم تحديدها حتى من خلال شخصية الفرد. أن المجتمع والبيئة المحيطة لهما تأثير على الشخصية، ومن ثم فإن الكرامة الاجتماعية تتحدد بالانسجام والمعاملة بالمثل والعلاقة في عملية ذات اتجاهين يمكن أن توجد بمعزل عن غيرهما. ومن ثم للحصول على فهم أكبر حول البناء، فقد تم عرض يعني الكثير من الأدبية الفلسفية المتعلقة بالكرامة في ما يلي. بعد ذلك تطور الكرامة في الإدارة، النقطة الثانية. أن مفهوم الكرامة متجذر ويعود تاريخه إلى قرون من البحث الفلسفي والاجتماعي. ويشرح العديد من علماء الاجتماع الكلاسيكيين والمناظرين السياسيين مثل ماكس فيبر وكارل ماركس وإيميل دوركيم الكرامة على أساس الوضع الحالي للعمال، الوضع الاجتماعي، أحوال العمال يعني التي يعيش فيها العمال، يعني خاصة كارل ماركس، وأيضا حتى ماكس فيبر وإيميل دوركيم علماء الاجتماع. يعني تحدث كارل ماركس عن إنكار حزب العمال الديمقراطي للكرامة البشرية، وأوضح أن استغلال الرأسمال للعمال يؤدي إلى عزلتهم عن العمل، يؤدي إلى الحرمان من كرامتهم. يفترض غيره أنه في غياب العمل الهادف فإن قدرة العمال على التنمية تتعرض للسرقة من قبل الرأسمالي، وينشأ هذا الوضع بسبب معاملة الرأسماليين للعمال كوسيلة للإنتاج وكعامل إنتاج غير حي. أما دوركيم فإنه يعتقد أن الحياة الاقتصادية والعملية في حالة مزمنة، وصفها بالشذوذ والانحراف أو اللامعايير. لدى كل من إيميل يعني دوركيم وكارل ماركس وجهة نظر يعني متماثلة في نقطة معينة. مفاده أن الرأسمالية تؤدي إلى الحرمان من الكرامة في مكان العالم العمل، وفقا لماكس فيبر تتسبب العقلانية المفرطة والبيروقراطية في انهيار المعايير التي تسبب التجريد من الإنسانية في مكان العمل. خلال منتصف القرن التاسع عشر اكتسبت حركات العلاقات الإنسانية استحسانا بين علماء الإدارة. كان التركيز الرئيسي لهذه الحركة هو وضع البشر في المركز وتطوير جميع الممارسات اللازمة لتنميتهم. وهكذا بحلول ذلك الوقت اكتسب مفهوم الإنسان معناها الحقيقي. وكانت الكرامة هي الموضوع الرئيسي لجميع الحركات الإدارية، ولكن المفارقة الأكبر هي أنها لم يتم تعريفها بشكل صريح ولم تصبح الموضوع الرئيسي للمناقشة. لقد تم تعزيز الكثير من الأعمال في مستوى الاستفسار، واتخذت الإثنوغرافيا كمنهجية، وتم تغطية قسم كبير من أماكن الأعمال مثل المستشفيات والمصانع والمطاعم ويعني النزل وغيرها. كانت النتيجة الرئيسية ظروف العمل المتعددة التي توفر تجربة الكرامة أو الحرمان من الكرامة. الكرامة هي موضوع بحثي متعدد التخصصات مع تغطية واسعة للإدارة وعلم الإدارة وعلم الاجتماع والعلوم السياسية والعلوم الطبية وغيرها كثير من النظريات الفلسفية. فيما هي الأسس النظرية لقياس الكرامة في مكان العمل؟ هناك نوعان من العدسات النظرية، نظرية الهوية الاجتماعية ونظرية الحدث العاطفي. تشرح النظرية الأولى العلاقة والهوية في مكان العمل، وتوضح الثانية نظرية الحدث العاطفي أن أحداث مكان العمل تشكل عواطف الموظفين والعمال واتجاهاتهم في اتجاه إيجابي أو سلبي، ويؤدي فيما بعد إلى الكرامة أو الحرمان من الكرامة، شعور بالكرامة أو شعور بالحرمان من الكرامة. تدور نظرية الهوية الاجتماعية حول الأفراد واحترامهم لذاتهم، والذي تتأثر بالعضوية سواء في مكان العمل أو في المجتمع.
وتوضح أن هوية الأفراد تعتمد على مجموعاتهم الاجتماعية، ومع ذلك فإن كلتا النظريتين يمكن أن تفسر جزئيا مفهوم معقد يعني حول هذا الكرامة في مكان العمل، هي مفهوم معقد لا يمكن لأي نظرية واحدة أن تفسره، تنظر فقط إلى الهوية والجزء العلاقي، ومع ذلك تنظر في الأحداث وتأثيرها على الأفراد. لا يمكن لأي من نظريات أن تشرح بشكل كامل أبعاد مسألة الكرامة في مكان العمل. فالكرامة لها جذورها في علم الاجتماع ودراسات الإدارة، ومع ذلك فإن وصفها في الأدبيات يتم تغطيتها بشكل فظاظ من قبل العديد من المساهمين. ونظرا لأهمية حماية حقوق الإنسان، فقد أوضحت منظمة العمل الدولية في دستورها عام 1944 أن الكرامة كأحد حقوق الإنسان الأساسية، وأكدت على أن لجميع البشر بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو الجنس الحق في السعي إلى تحقيق رفاهيتهم المادية ونموهم الروحي، ونموهم الروحي في ظروف من الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص. إنها ظاهرة معقدة لها منظوران رئيسيان، أحدهما الإنكار والآخر هو التأكيد. تركز غالبية الأبحاث على أن والأدبيات الفلسفية والاجتماعية أن الكرامة في مكان العمل من منظور الإنكار، مثل سوء الإدارة وساعات العمل الطويلة جدا والتنمر والمضايقة. تحدث بعض العلماء عن تطوير ثقافات الاحترام كاستراتيجية لتعزيز الكرامة في مكان العمل، على الرغم من أن الكثير من الأعمال قامت بتأكيد الكرامة، إلا أن هناك فجوة حول كيفية تعريف الكرامة. على الرغم من تسليط الضوء على أهمية الكرامة، إلا أن الكرامة كمفهوم تكافح يعني الشعوب والعمال يعني الطبقات العاملة من أجل تعريف مقبول وكيفية ممارستها والتمتع بها لتطوير فهم أكبر لظروف العمال بشكل صريح وضمني، وخاصة مفهوم الكرامة الداخلية والكرامة الخارجية. يمكن أن تظهر عدسة نظرية تساعد على ذلك في السيناريو الحالي، عندما يقضي الموظفون جزء كبير من وقتهم في العمل، تصبح الكرامة في مكان العمل ضرورية لتحقيق القيمة الذاتية، ولكن يتم تعيين الموظف لأداء دور ميكانيكي مفيد، وبالتالي فإن تحقيق الكرامة في العمل غالبا ما يصبح مشكلة في العلاقة بين الموظف وصاحب العمل. ولذلك فإن العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين ستكون دائما مليئة بالإهانات الممكنة والمحتملة. قد ركزت عدد من الأبحاث على كيفية تهديد الكرامة في العمل في مكان العمل للأفراد، يعني وتم إيضاح أن إنكار كرامة النساء العاملات من خلال الاتصالات السيئة والأسئلة حول كفاءتهن من يعني كبار السن والعاملات يمكن أن يتأثر في مستوى تحقيق الكرامة في مكان العمل بالأقوال والأفعال والظروف المادية. لقد أعرب العديد من المناظرين عن قلقهم إزاء النظام الذي يمكن أن تتحول فيه ممارسات سحب الكرامة إلى مؤسسات وهياكل اجتماعية، وقد صنف الكثير منهم الممارسات التي تقلل من الكرامة والتي تعزز تجربة الحرمان من الكرامة في العمل إلى 4 فئات: سوء الإدارة وسوء المعاملة الفئة الأولى، في الثانية التوغل في الاستقلالية، في الثالثة العمل المفرط والزائد، في الرابعة تناقضات في مشاركة الموظف. لقد حددوا الأبعاد الروحية والجسدية كمصادر للشعور بالكرامة الإنسانية، لكنهم تجاهلوا يعني حصول الكرامة في مكان العمل، واستنادا إلى فرضية أن الأشخاص يقضون جزء كبير من وقتهم في مكان العمل مما يؤثر على كرامتهم. ومع تقدم التقنيات أصبحت المنظمات أكثر آلية من كونها إنسانية. فما هي الفجوة المعرفية في المفهوم والمنهجية في مستوى الشعور بالكرامة في مكان العمل؟ استخدمت معظم الدراسات التقنية النوعية كمنهجية،
وهناك حتى الآن لا يوجد سوى رؤية محدودة متاحة حول ما قد تعنيه الكرامة في مكان العمل بالنسبة للعمال والمديرين في حياتهم العملية اليومية، وكيف تؤثر ذلك على تجاربهم في العمل. وبدلا من ذلك تميل أبحاث الكرامة إلى الاعتماد على الافتراضات المسبقة للباحثين والتفسيرات بأثر رجعي أو الأحكام الخارجة عن حول الكرامة، خاصة في مسألة المفارقة الأكبر، هي أن علماء الاجتماع قد وصفوا الكرامة كمفهوم، لكن الكرامة في مكان العمل لا تزال بحاجة إلى تعريف شامل. تم دراسة الكرامة في الإدارة ومكان العمل من قبل عدد قليل من الباحثين، ومع ذلك هناك نقص في تصور ما تعنيه الكرامة في مكان العمل بالضبط، كما لا يوجد تعريف ملموس متاح، على الرغم أنه لوحظ أن الكرامة في الإدارة ومكان العمل تؤثر نقصا على الأداء والإنتاجية وتؤدي إلى الاستنزاف لطاقة العاملين. لقد تحدث العديد من يعني الفلاسفة على الفجوة المنهجية، وذكروا أنه يجب على الباحثين تطوير مقاييس سليمة من الناحية النظرية والتجريبية للكرامة في شكل مقاييس المسح وقوائم الجرد والفهارس وأدوات التقييم وما إلى ذلك. في غياب مقياس الكرامة في مكان العمل، حاول الفلاسفة تطوير بناء تجريبي، وقاموا بتطوير وتوحيد مقياس للشعور بالكرامة في مكان العمل. فما هي المواد والأساليب التي استخدموها؟ لقد سلط باحثون في ضوء على دور السياق في فهم الكرامة في مكان العمل، وكذلك الاختلافات بين المفهوم يعني الشرقي والغربي، وأجروا مراجعة واسعة النطاق للأدبيات حول الكرامة في مكان العمل. وهناك عمل بحثي محدود يركز على الكرامة في مكان العمل على وجه التحديد في السياق الشرقي، ويحتاج تطوير المقياس إلى الكثير من العمل الأساسي. وقد دعوا إلى استخدام أساليب متعددة عند دراسة القضايا المعقدة الأقل استكشافا، وبناء على ذلك قاموا بدمج الأساليب بالمزج واستخدام الطريقة النوعية كخطوة أولى لتطوير الفهم الأساسي للبناء الذي سيتم تطويره تجريبيا استنادا إلى مراجعة الأدبيات الفلسفية والبيانات النوعية. تم إنشاء قائمة شاملة من العناصر. المرحلة الأولى سموها النوعية، المشاركين والفاعلون والتصميم. نطاق هذا الجزء من البحث هو فهم الظاهرة من وجهة نظر الممارسين، وكذلك الاستفادة من مخرجات تحليل المقابلة لتوليد العناصر لإجراء دراسة تجريبية. بالنسبة لمدير الدراسات النوعية الذين يتمتعون بخبرة تزيد عن 15 عاما من مختلف الصناعات والمنظمات، فقد تم استهدافهم بإجراء مقابلة شبه منظمة. كرامة في مكان العمل هو مفهوم ديناميكي له أبعاد عديدة، ومثلا للتعزيز نفسه تم اعتبار مجموعة واسعة من الخبرات العمل أمرا مهما لاختبار الأشخاص الذين تمت مقابلتهم. تم إرسال دعوة إلى العديد من المديرين واستوفوا المعايير الاختبار الأولية في مستوى المهنة، وأعطي العديد منهم الموافقة وتم اختيارهم للمقابلة. ومن بين العديد منهم كان لديهم الخبرة العملية الكافية، بينما لا يزال عدد أقل منهم يعانون من تنقصهم هذه الخبرة، وكانوا في مناصب عليا في مؤسساتهم، وتراوح مستواهم التعليمي من البكالوريوس إلى مستوى الدكتوراه في تخصصات متعددة. واعتبرت السرية أمرا بالغ الأهمية نظرا لحساسية الموضوع، أهمية الحصول على إجابة صريحة وصادقة. وتم تأكيد المشاركين أن جميع المعلومات التي تم جمعها سيتم استخدامها فقط للبحث. بناء على البروتوكول التي تم اقتراحها، تم تطوير المقابلة لإزالة أي افتراضات أو تحيزات. بعد إنشاء العلاقة تم إجراء المقابلات وفقا للبروتوكول الذي تم تطويره، ومع ذلك الحصول على نظرة ثاقبة حول أسئلة الكرامة في مكان العمل المفتوحة تم طرحها. يعد برنامج الكرامة في مكان العمل موضوعا شخصيا وحساسا في السياق الشرقي، وبالتالي كان الحصول على استجابة حقيقية من المشاركين ضروريا. وتضمنت الأسئلة المفتوحة عبارة كيف تفسر مفهوم الكرامة؟ يرجى الإجابة على الأسئلة بأكبر قدر ممكن من التفاصيل. هنا تم القرار بأن يبقى السؤال الأول عاما، وكذلك الفكرة ولذلك هي فهم كيف ينظر المديرين إلى الكرامة. أن السؤال الافتتاحي للمقابلة يجب أن يكون عاما، أيد باحثون آخرون هذا الأمر باعتباره لا يشكل تهديدا.
وكان متوسط الوقت المخصص لكل مقابلة يعني أقل من ساعة. تحليل المقابلة وإنشاء العناصر، تم جمع البيانات النوعية من خلال إجراء المقابلة، وبعد كل مقابلة تم نسخ السرد بأكمله، وبعد قراءة وإعادة قراءة الردود النصية تم ترميزها، تم فحص النصوص بعناية، وتم وضع خط تحت الأجزاء المهمة. كان الدافع وراء هذه العملية هو تحديد موضوع ناشئ عن بيانات المقابلة. تم تكرار هذه العملية العديد من المرات، وعند الانتهاء من المقابلات تمت إعادة فحص جميع النصوص والمواضيع لتجنب التداخل أو الغموض. وكانت المواضيع التي ظهرت من بيانات المقابلة هي تكافؤ الفرص والمساواة واحترام الذات وتحقيق الذات والتحيات الإيجابية. ومع ذلك ذكر بعض المشاركين أهمية الثقة في الكرامة في مكان العمل، وبالتالي من أجل توليد العناصر تم أخذ المواضيع التي ظهرت من بيانات المقابلة بالإضافة إلى تلك التي تظهر في الأدبيات بعين الاعتبار. وكانت المواضيع يعني تظهر بشكل متكرر في الأدب، وهي الاستقلال والاستقلالية والحرية. وهكذا يعني لتحقيق الكرامة لابد أن يكون العامل مستقلا وحرا. وهكذا تم إنشاء مجموعة أولية تتكون من 30 عنصر. كان التركيز الأساسي لإنشاء هذه العناصر هو تقديم كتالوج العناصر التي يتم استخدامها لتطوير الاختبار الأول. مراجعة الخيارات، كان الغرض من هذه المرحلة هو مراجعة صلاحية محتوى العناصر. من ثم تم تحديد 6 خبراء لمراجعة قائمة العناصر التي تم وضعها في البداية. يتألف هذا الفريق متنوع من الخبراء من أكاديميين ومديرين ومديري موارد بشرية ومستشارين يتمتعون بخبرة عملية طويلة في مجال تخصصهم. تم إرسال بريد إلى جميع الخبراء للحصول على موافقتهم. بعد ذلك تم إرسال العناصر الأولية المتطورة إليهم، وتم إرسال بريد آخر إلى جميع الخبراء يتضمن تعليمات مفصلة لتقييم العناصر من حيث التغطية والوضوح والملائم. وعلى أساس التقييمات الواردة من الخبراء تم إعادة تقييم العناصر حيث مدى ملائمتها وتغطية وتحقيق المفردات والمعلومات الناقصة والشكوك المحتملة أو طويلة. بعد تحليل تعليقات الخبراء تم حذف العديد من العناصر لأنها سجلت درجات منخفضة من حيث الملائمة والتغطية. وظل الاختبار يحتوي على 20 عنصر فقط بعد المحاولة الأولى للتحقق من صحة المحتوى من قبل الخبراء. بعد ذلك هناك يعني إجراء اختبار تجريبي لتصنيف الخبراء على عينة عشوائية من الذكور والإناث، استهدفت عينة الدراسة التجريبية الأشخاص العاملين الذين يتمتعون بخبرة عمل لا تقل عن 3 سنوات. تمت إضافة صفحة تمهيدية تتضمن أهداف الدراسة مع تعليمات التعبئة للاستبيان، ثم استخدام طريقة المسح الشخصي لجمع البيانات أثناء الاختبار التجريبي. تم دعوة المشاركة الإرادية والتطوعية، وتم ضمان عدم الكشف عن هويته السرية مع الاعتراف بالارتباط بالبحث. كان الهدف من الاختبار التجريبي هو تطوير الفهم الأساسي للبنية الكامنة للشعور بالكرامة في مكان العمل. في هذه المرحلة تم اعتماد مقياس يضع 6 فئات استجابة دون أي نقطة محايدة لجميع البيانات حول العناصر. يؤدي التملص من الاختبار المحادي إلى إزالة الطريق السهل للخروج، ويمنع المشاركون من البحث عمدا عن عدم التكيف، ويحد من إمكانية اختيارهم. عادة ما تكون المقاييس ذات النقطة المحايدة الأقل موثوقية من تلك التي لا تحتوي عليها. تشير نتائج الأبحاث إلى أن الناس يميلون إلى اختيار الخيار المحايد أو الأوسط إذا كان بإمكانهم اختياره. استخدم البعض منهم منهجا نموذجيا لتقييم مقاييس مكون. بعد ذكر البيانات التجريبية وخلص إلى أن نقاط المقياس مقياس الكرامة في مكان العمل لم يكن لها أي تأثير على الصلاحية المرتبطة بالمعيار. أظهرت الأبحاث أنه لا توجد فوارق بين المقاييس والارتباط بين العناصر أو الارتباط الإجمالي بين الموثوقية وتحليل العامل الاستكشافي. أو يعني تم وضع البيانات من الدراسة التجريبية من خلال برنامج معين لفحص مصداقية الاستبيان، ثم تقييم جميع القيم الإحصائية الوصفية بما في ذلك الانحرافات المعيارية والارتباطات والموثوقية والقيم المتوسطة. أما بالنسبة للتحقق من الصحة فإن الموثوقية هي شرط مسبق أساسي. لذلك فقبل التحقق من ثبات الاختبار تم إجراء تحليل مكون أساسي للتحقق من
تحميل العامل العاملي للعناصر، أدى حذف بعض العناصر إلى تحسن كبير في معامل الموثوقية. من وجهة نظر فلسفي، فإن التفاعلات المحترمة تسحب سلوك التنمر والتحرش خارج المنظمة، واعتقاد أن الاحترام يعزز مستوى الاعتماد على الذات بين الموظفين. في ذي المرحلة تم فصح الموثوقية من خلال اختبار معين، وتم الحصول على القيمة وهذه دلالة إحصائية. لأن التحقق من صحة وخصائص يعني الظاهرة، الشعور بالكرامة في مكان العمل، اللي فيها البنية الكامنة للقياس، تم إجراء تحليل عامل استكشافي، وفي وقت لاحق تم إجراء تحليل عامل تأكيدي، وتم تقييم مؤشرات الصلاحية والخصائص يعني السيكومترية. في المرحلة الثانية تم جمع العينات والبيانات، وتم سحب عينة عن طريق أخذ عينات عشوائية، وبعد ذلك يعني من المؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الحكومي التي لها تواجد على مستوى الدولة في الشرق. من خلال المسح تم اختيار العينة من قطاع الخدمات الذي يمثل البنوك وتكنولوجيا المعلومات وشركات شركات الاتصالات بناء على خبرة تفوق 3 سنوات، بحيث تعرضوا لموضوع شعور بالكرامة في مكان العمل. ومن إجمالي الاستبيانات الموزعة، تم استلام العديد من استبيانات صالحة، وكشف تحليل البيانات الأولية عن نسبة 56% من الذكور و 44% من الإناث، و 45.5% من القطاع الخاص و 27.3% من القطاع الحكومي و 27.2% من مؤسسات القطاع العام، مما يدل على تمثيل العينة. وكان المستوى التعليمي يعني للمبحوثين البكالوريوس و 45% والماجستير 45% والدكتوراه 9%. وكانت نسبة الأعمار بين 26 و 30 سنة بنسبة 29%، وبين 31 و 35 سنة بنسبة 30%، وبين 40 و 60% بنسبة 36%. تحليل البيانات، يعني لتحليل البيانات إحصائيا تم استخدام برنامج معين. في المرحلة الأولية تم إجراء اختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات المجمعة مناسبة للتعلم للجميع، وعندما تكون قيمة أكبر أو تساوي يمكن إجراء يعني هذا التحليل. تشير القيمة المرتفعة إلى وجود ارتباط جيد بين العناصر، مما يوضح أن التعليم للجميع مناسب كإجراء للتحقق من صلاحية التجريبية لشعور بالكرامة في مكان العمل. لتقييم الملائمة المطلقة للنموذج، تم استخدام المؤشرات النسبية، مؤشر الملائمة المقارن، ومؤشر الملائمة المعيارية مع معايير قطعية أكبر أو تساوي، ويشير خط مربع المتوسط إلى في التقريب بقيم أكبر أو مساوية إلى التوافق الجيد. تم تنفيذ أيضا تقدير معين وأخذ نموذج أساسي قيد النظر، وهو مستمد من الاعتبارات النظرية. وبعد الحصول على أبعاد الاستبيان، تم تقييم الخصائص معيار الصدق والثبات لتقدير الصلاحية التمييزية. تم حساب متوسط التباين المستخرج والحد الأقصى للتباين المشترك. الآن نأتي إلى النتائج ومناقشة هذه النتائج. قمنا بتقدير الوسائل والانحرافات المعيارية عبر الإحصائيات الوصفية على العديد من العينات، وكانت قيم الارتباط كافية لمراقبة أبعاد المقياس. كانت قيمة نتائجية جيدة، وكان المستوى الأهمية مما يشير إلى أن البيانات كانت مناسبة لإجراء تحليل العوامل. وأكد الاختبار مدى ملائمة البيانات لتحليل العوامل وفي مستوى الموثوقية والصلاحية. ولتحليل موثوقية المقياس المطور، تم الاعتماد على قيمة يعني قيمة كبيرة ومؤشر موثوقية مركب لكل مؤشر ضمن البعد الذي ينتمي إليه، من حيث التحليل تحميل العامل لاختيار صدق مقياسه. تم اعتماد على 3 جوانب: أولا صلاحية المحتوى، ثانيا الصلاحية المتقاربة، ثالثا الصلاحية التمييزية، والتي تشير إلى تمييز العوامل التي يتم قياسها بواسطة مجموعات مختلفة من المؤشرات. كانت صلاحية المحتوى مصدر قلق رئيسي، حيث كان تقدير صلاحية المحتوى يعتمد على الأبحاث وخبراء الموضوع.
بعد ذلك هناك تمت مناقشة هذه النتائج. تم العمل في هذه الدراسة على توسيع العمل الأكاديمي حول الشعور بالكرامة في مكان العمل بطرق مهمة. حتى الآن ركز معظم الباحثون على الجانب الإنكار، إنكار الشعور بالكرامة في مكان العمل، ولكن ليس على الإنجاز أو طرق تحسين الشعور بالكرامة في مكان العمل. ويصف المقياس الذي تم تطويره من خلال الدراسة سبل تحقيق كرامة العامل في مكان العمل. لا تساهم أهمية الكرامة في مكان العمل في رفاهية العمال فحسب، بل تساهم أيضا في الأداء العام للمنظمة على مستوى النجاح وعلى مستوى الإنتاج. تتكون يعني هذه النسخة النهائية من هذا المقياس من العديد من النقاط، من الأبعاد، هناك 5 أبعاد. نموذج مستمد تجريبيا من الشعور بالكرامة في مكان العمل، ومساهمة كبنية متعددة الأبعاد لها نتائج في إدخال ممارسة الكرامة في مكان العمل التي من شأنها زيادة الإيجابية في المنظمة المنتجة. تم تطوير هذه الدراسة أيضا نموذج للكرامة في مكان العمل والذي من شأنها أن يزيد الإيجابية في يعني منظمة الإنتاج، وسيقلل من الصراع بين الموظفين، ومن المتوقع أن يزيد من تجربة الكرامة الموظفين في مكان العمل. وقد افترضوا أن المزيج الصحيح من الممارسات على مستوى التنظيم والوظيفة له علاقة مباشرة وإيجابية مع شعور بالكرامة في مكان العمل. تقدم هذه الدراسة، دراسة شعور بالكرامة في مكان العمل، على أنه يتم تعريف الكرامة في مكان العمل على أنها تصور الفرد حول احترام، حول الاحترام والثقة والمعاملة المتساوية وتقييم قيمة الفرد والمعاملة العادلة والاستقلالية وحرية التعبير وصنع القرار الذي يتمتع بها الموظفون في مكان العمل. خاتمة، اعتمدت هذه الدراسة منهجا نوعيا لتطوير استبيان حول الكرامة في مكان العمل، وكان مصدر البيانات لتوليد العناصر الأولية هو الأدبيات الفلسفية والاجتماعية والمقابلات المتعمقة باستخدام استبيانات مفتوحة من خلال الاختبار التجريبي، الذي مكن من جمع مجموعة من البيانات وتم أخذها وتحليل المكونات الرئيسية في الاعتبارات للتحقق من تحميل العوامل مما يساعد في استخلاص العناصر لتطوير مقياس شعور بالكرامة في مكان العمل. هناك حاجة إلى سلسلة من تحليلات العوامل الاستكشافية للتحقق من بنية العوامل في المقياس الذي تم تطويره حديثا. وكذلك هناك حاجة ل يعني التغلب على القيود وإجراء بحوث مستقبلية. كان الهدف هو فهم البنية الكاملة للكرامة في مكان العمل وتطوير مقياس وتفعيله وتقديم تعريف مشتق تجريبيا. هناك محاولة لتطوير وتوحيد مقياس الكرامة في مكان العمل، ويمكن إجراء دراسات مستقبلية في سياقات ثقافية أخرى للتقييم إذا كان بناء الكرامة يتأثر بالثقافة وبالمجتمع. لقد تم تطوير مقياس وتوحيده في صناعة الخدمات، والذي يمكن اختياره من قبل الباحثين المستقبليين في مجال التصنيع الأخرى. وثم قيد آخر هو أن العينة لا تمثل السكان. يمكن للدراسات المستقبلية استخدام الكرامة في مكان العمل مع المتغيرات الفردية والتنظيمية الأخرى لتقييم تأثيرها على الأداء الفردي أو التنظيمي. هناك يعني لدى العمال فهم خاص لمفهوم الكرامة في مكان العمل، ولا يوجد تعريف شامل له حتى الآن. الكرامة ليست كلمة بل عدسة يمكن يعني للعامل أو للمسؤول من خلاله تحليل مشاكل مكان العمل وإيجاد الحلول المناسبة بناء على نتائج الدراسة. إذن هذه هي مداخلتنا حول الكرامة في مكان العمل وسبل تطويرها. يعني أرجو أن تكون هذه المداخلة المعمقة قد نالت رضاكم. إلى اللقاء، شكرا جزيلا.